أقوى الميول إذا ما تقول أقوى الميول من أقوى الميول حب الدينار والدرهم هذه شهوات هابطة ميول هابطة للنفوس الهابطة من أقوى الشهوات والميول الميل إلى الرئاسة مو رئاسة الدولة مو رئاسة الأرض حتى رئاسة في تجمع صغير أنا أريد أن أكون رئيسا في هذا التجمع هذا ميل هذا من أقوى الميول في البشر أنتم الآن اقلبوا تاريخ البشر من قبل التاريخ المدون من قبل عشرة آلاف عام عشرين ألف عام اقرأوا كتاب قصة الحضارة الذي صنع الحضارات حب الرئاسة الذي دمر الحضارات حب الرئاسة الذي أراق دماء الملايين من البشر حب الرئاسة حب الزعامه انا اكون لا يكون غيري هذا الحب قتل وازهق الملايين من الارواح البريئه عبر التاريخ هذا الطاغيه لماذا قتل ونهب وفعل ما فعل ليش بشر يصل الى هذا المستوى اسفل سافلين حب الرئاسه رئاسه اربعه ايام في شبرين من الارض يعني هكذا يدمر حب الرئاسه هكذا يدمر حب الزعامه لماذا قتل الائمه صلوات الله عليهم على ايدي السفاكين والجبارين المنصور او هارون ما قال لابنه لو نازعني صاحب هذا القبر، مو موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، لا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه واله. اذا نازعني في هذا الامر لضربت الذي فيه عيناه، يعني ضربت عنق. القضيه مو هزل القضيه جد هذه الشهوه التي فعلت ما فعلت وتفعل ما تفعل لعل نصف النزاعات في مجتمعنا يعود الى هذا انا لو انت شنو الفرق انا اكون انا او تكون انت هذه النزاعات نصفها لعلها تعود الى شهوة الرئاسة ولكن تعال الى الايمان المؤمن عندما يتوجه الى الله سبحانه وتعالى لا تسوى عنده الرئاسة بمقدار جناح بعوضه ألم يقل علي صلوات الله وسلامه عليه ما قيمة هذه النعل؟ قال لا قيمة لها قال قيم درهم أو درهمان قال إن إمرتكم هذه إمرة مو امرأة على أربعة خمسة على مجموعة أو مجموعتين إمرة كل البلاد الإسلامية لأن كل البلاد الإسلامية كانت تحت إمرة علي صلوات الله عليه استثنوا منها الشام فقط الشام أخذوها بقية البلاد حوالي 51 دولة كلها تحت إمرة علي ولكن عليا صلوات الله عليه لا يرى أن هذه الإمرة تسوى بمقدار نعل مرقع هذا هو الإيمان